هنا الغرفة سنة وعاد تشوف واحد التصميم ديالها. باقي تشوفنا الدورة هذه كاملة فيها 90 سنتيم والله، يعني الدورة كاملة 180. خلاص صارنا الميزان، الميزان ديال كاواتشو ميزان الخطة. الدورة هذه عملناها باش هنا غادي نحدو بلافو، هنا غادي يجيو حاط الروم دايز باش البلاكة ديالنا هنا نحدوها باش منشدوش كلشي. كاين شي 25 واقيلا ولا 20 كافي. وحدة دينا ضربنا بلافو وشدينا انها الدوره كامله من هاد اليد ديالها الكورنيش ديال اليد دورنا شدينا بلافو. البلافو هذا طالع 6 سنتيم من هنا من كيجي ديك الاضاءه ديال اليد. من بعد ما طلعنا عملنا اللاكس الوسط هو هذا، هو الوسط البيت تراسينا الوسط البيت. جينا هنا هربنا 60 سنتيم، دابا من 60 سنتيم ودورناها كامله كما كتشوفوا هي. من بعد ما دورنا الدوره كامله قسمنا هاد لاكساس على 5، خصنا يجيو 5 الأجزاء، كنبقاو مبراسيو هاديك باساتيك تيعطيو 5، كتشد الميكرو، كتبدا من لاكس مثلا، هذا هو لاكس، كتبدا من هنا، دابا أنا عندي مقسم إلى 5، كتمشي من المعدة حتى كيعطيوك 5 لاكساس، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، من بعد ما كنتراسو هاديك 5 كنشركوهم في اللاكس. هذا هو اللاكس الاولي، كنشركو من اللاكس يعني عندها لاكس واحد كنجيو هذا على نفس المدة، يعني كنشركو هنا الوسط الشوكة ديال الوسط. واحد الدورة هادي دورة الوسط، هاد الدورة هادي دورنا فيها 18 سنتيم. هاد المسافة كل مسافة قسمناها بين لاكساس من طراسو، بين لاكساس من طراسو كامل قسمناهم. هاد طراسو هادو هانتوما عرفتو شنو كنعملو بيهم، يعني طرصنا واحد طراسو هنا 70 سنتيم هنا من لاكس، وعندنا هذا وعندنا هذا. كنجيو دابا كنوني 47 سنتيم، هاد 47 خصنا تموت هنا، يعني تموت هنا الشوك هاكا، وكذلك خصها تجي فهاد اللاكس هذا اللي عملناه، هيدا هيدا وهنا، بهاد الشكل هذا خصها تجي، ها يجي كاسكو 47 سنتيم، بهاد الاتجاه بهاد الاتجاه هذا، ها كنجيو هنا 47 سنتيم، يعني خصها تموت هنا. وفي هاد الشوكة هادي هادا، 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 كتلاقى في هاد لاكساس هادو، كنجيو هنا كنهرسو هاد، كنهرسو هاد الشوكة هادي، هكذا، هادي كتهرس بهاد الشكل هذا.
هنا يعصد الدورة ديال هادي راه كذلك ها هي هنا الدورة كتجي هكدا هادي كذلك كنوضح لكم الصورة هادي على الحالة خمسة طراسوس ديالنا قمنا ها واحد هذا لاكس دينا ها جوج ثلاثة أربعة ها خمسة خمسة كاملين كنشركوهم كيجيو هنا الشوكة كيعطيونا خمسة نفس القياس القياس اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا نفس القياس كيجيو مقسمين بطريقة مضبوطة هاد الكومة اللي كتشوفو هادي بحال تريسيان قصيرة عاد ترجع في الوسط هنا المهم خليكم معنا شغل التفاصيل بطريقه كيفاش من الاول هذه هي الورده الخماسيه ديالنا الخبز تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها دابا غادي نقطعوا ديك الحواشي ديالها كاملين غنديروا معها بالتقطيع كامله وغادي نهبطوها غادي نقطعوها غادي نهبطوها ما شفتوا الاخوان شفتوا دابا ملي قطعنا هذه كامله قطعناها هبطناها في النيفو ديال الطابله هذه هبطه كما كتشوفوا خرجنا هنا بالشم هنا دخلنا بوينتوم هنا ومن هنا البولوس كنيرناها من داخل يعني شتي التقطيع اللي قطعنا ديك الورده ديالنا هي هبطناها ملي سالينها هبطناها من بلافون مش جاتنا بهذا الشكل هذا شوفوا هي هذه الورده ديالنا الخماسيه جات هبطه 6 ديال السنتيم وهاد الحاشيه هادي غادي نفينيوها وكنفيكسيوها بالفيلاص وخليكم معنا مازال واحد الديكور اخر عاو في الوسط صار واحد الريشه بحال هيدا كندورو بحال هاد الشكل وكنخويوها وكنبداو نبلاصو عليها نقطعو عليها الطروفه على هاد الشكل هذا يعني حنا نقطعو خمسة ديال الريشات هاد الأجزاء هادو خصنا منهم خمسة كنطراسيو عليهم كاملين كيعطينا قطعة بحال هادي هادو كنعدلو منهم خمسة ملي كنعدلو القطعة هادو كنطراسيو بهم في الصفر على هاد الشكل هذا كيكون عندنا اللاكس وهادي عندنا اللاكس وهادي عاود كذلك يكون فيها اللاكس مطراسة كنزلو هنا على اللاكس وهنا على الطراسو ديالنا باش تجي مزيانة بحال هاد الشكل هذا كنطراسيو عليها هكذا كيكونو عندنا خمسة ها هو خمسة you
هذا القياس هذا هبط 6 ديال السنتيم من البلاف، وهذا هبطنا 3 ديال السنتيم. دابا من بعد ما سالينا البلافو غنبداو في الراس د الفراش. راس د الفراش غادي نعملو هاد الديكور هدا، غادي نعملو واحد ثلاثة ديال الدواس بحال هاد الشكل هدا. ثلاثة د الدواس غيكونو ديكور هنا، غيكونو متصافيين مليح عليهم، غينزل كتبة، غيكونو بزاف ديال الحالات غينزلو عليهم. تبعو معنا في السهنة، غادي نعملو واحد الديكور تاع هاد البلاصة. كتشوفو دورنا واحد الدورة كاملة، غندورنا على كامل دورنا باش عاد نطراسي عاوتاني الوردة ديالنا التانية اللي عندي في الحيط. هذا الروند التاني، بعد ما طرصنا ديك الوردة في السطف غتشوفو معنا عاوتاني كيفاش عاد نطراسي راه هاهي الروند ديالنا كامل. كما قلنا فوس صارنا خمسة ديال الطراسو ديالنا، الطراسو الأولي، الثاني، الثالث، وكيجيونا الوسط، الرابع، الخامس، خمسة ديال الطراسو. كتقسم هاد المسافة هادي ديال الروند، كتقسمها إذا تبقى ماشي معاها حتى كيعطيوك، يعني هاهوما خمسة، خمسة ديال الطراسو. دابا تشوفوا معنا كيفاش غادي نشركوهم هنا، وتشوفوا معنا هاد لي طاجي راهم مدورين، باش غيجيو نفس. ما شفتو من بعد ما دورنا طراسنا لاكساس، دورنا هاد الدورة هادي 20، الدورة كاملة 40 سنتي، دورناها في الوسط، وديك المسافة بين لاكس و لاكس فين كاملين قسمناهم، يعني قسمناها دابا كانت على 4 قسمناها على 8، و كنجيو هنا، دورنا واحد طراسنا، كندورها تبيع هادي. كنشبرو على حساب هاد الشركة هدا، دايما خصو يكون لاكس و الطراسو ديال الشكل. ملي كنطراسو هاد الاتجاه هاتي كنهرسو هاد القنيسة، مخصهاش تبقى شوكة خصها تدور بحال هاكا، كنهرسوها هنا كنجيو القنت كندورو 9 سنتيم هنا دايرة باش كتهرس هاد الشوكة هادي، مبقاش دايرة كيف ما هو، خصهاش تبقى شوكة. كنجي هنا كنتهرس باش كترجع الديكور على شكل بيضة، باش كترجع اوفر من هنا كنبداو هكذا. شوف
شي الشوكه هنا هنا الدوار هنا كتور كامل كنمشيو معاه بهذه الطريقه كيدور هنا كيرجع عندنا. واحد يسمى سيدة حلقة نربو على المريضة بس طرصها هذا بيه كان طرصها.